شهدت محافظة الوادي الجديد ختام أعمال برنامج التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ستر وعافية، والذي استمر بمدينة الخرجال لمدة 3 أيام. تم خلال البرنامج توقيع الكشف الطبي على المواطنين بقرى المنيرة وبمستشفيات مدينتي الخرجة وباريس، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان من خلال صيدلية القافلة، وذلك في إطار توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في المدن والقرى النائية والمحافظات الحدودية. بنقدم خدمات طبية بفروع الطب المختلفة، كل تخصصات الطب معانا استشاريين في الجامعات المصرية، ونقدم رعاية طبية وأدوية وإجراء عمليات جراحية موجودة في الوادي الجديد، ومعانا طقم مجهز على أعلى مستوى. العمليات اللي محتاجة إجراءات تدخلية أكبر هيتم نقلها إلى مدينة القاهرة. إحنا النهاردة في إطار التحالف الوطني في عرس اجتماعي من خلال قافلة متنوعة من جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود والتحالف الوطني. القافلة دي اجتماعية طبية تنموية. القافلة الطبية بتشمل 9 تخصصات بقالهم 3 أيام شغالين كشف وعمليات جراحية. غطينا أكتر من مكان، غطينا قرية المنيرة، غطينا مركز باريس، مستشفى الخارجة. بيتم الكشف على الحالات وتحويلها، الحالات اللي محتاجة عمليات بيتم تحويلها على العمليات. وطبعا احنا بنشكر هذه القافلة اللي هي جمعية مصطفى محمود، اللي هي جابت محافظتنا الجميلة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها وقدمت مثل هذه الخدمات اللي هي بتعود علينا بالنفع. طبعا احنا بنتمنى ان شاء الله تكرار مثل هذه القوافل اللي هي بتؤكد يعني الدعم الصحي لمواطني الوادي الجديد، وبنتمنى باذن الله ان يبقى في تجاوب كبير جدا. واحنا شايفين يعني القياده السياسيه لا تقل جهدا في توفير مثل هذه القوافل اللي هي بتعود بالنفع على مواطني الوادي الجديد.